لاعب صغير ولكن لديه من الفنيات ما يؤهله أن يكون من ضمن لاعبي منتخب الجماهيرية الكبار. هناك هجمة، هجمة لمصعد منتخب الكاميرون، هدم هناك ركلة جزاء. إذا ركلة جزاء حسب إشارة حكم اللقاء. دخول اللاعب التوبي يسلم كورة للاعب جون عصام رشكوك في صحتها طبعا إذن إعادة مرة جديدة من المخرج لركلة الجزاء. عصام رجب كان يلعب الكورة بالفعل واضح كان لعب على الكورة لم يبعدها عن الشباك. إذن السودان يستعد ما بين الخشبات الثلاثة. هذوما اللي سجل ركلة الجزاء في مباراة الذهاب هنا. من سينفذ ركلة الجزاء سنة؟ طبعا اللاعب غير واضح لديه الذي سينفذ ركلة الجزاء. السودان يستعد، نرجو أن يكون السودان في الموعد. واحد إذا الكرة تستقر يسار حارس مرمى منتخب الجماهير. ركلة الجزاء تنفذ. إذا اليوم أيضا سوء حظ على السودان في إذا يسار حارس مرمى منتخب الجماهيرية على السودان هدف مقابل لا شيء في ملعب يونديه.